اهلا بيكم في فيديو جديد معاكم مريم مصطفى. النهارده هنعمل مع بعض صينيه سمك مشوي في الفرن بتتبيله مميزه ريحتها بتجيب لاخر الشارع. تعالوا كده نسمي بسم الله ونبدا الوصفه بتاعتنا. اول حاجه في السمك بتاعنا انا جايباه سمك مش متنظف عشان هننضفه مع بعض للبنات اللي لسه اول مره بتدخل المطبخ وما تعرفش السمك ازاي بيتنضف. هننضفه بالشكل دوت ونشيل كل الزواد اللي فيه بالشكل ده. هنا لو ديل السمكة ناشف تقدري تقطعيه بسكينة لو المقص مش ماشي فيه. طبعا هنا حجم السمكة شوية كبير فبالديل بتاعها بيكون ناشف. بنشيل كل الزواد وبعد كده نفتح البطن بتاعتها. بعد كده بنشيل البطن بتاعتها خالص من السمكة وبنغسلها كويس قوي. نغسله تحت مية جارية كويس قوي لحد ما اي حاجه دم واي حاجه فيه تتشال خالص. بعد كده بننقعه في ميه لمده ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير قوي في ميه بملح وليمون. السمك ما بيتنقعش في ميه كتير. هنا انا غسلت السمك بتاعي كويس قوي. بعد كده هعمل فتحات فيه بالشكل ده علشان تتملي من التتبيله وتتحيق كويس السمكه بتاعتي. طبعا وانت بتفتحي تعملي الشرايح دي ما تنزليش تحت قوي، تكون يعني ما توصلش للعضمية بتاعت السمكة. هنا هنجهز التتبيلة بقى بتاعتنا. معايا معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وعندي معلقة كبيرة من دقة الفلفل الأحمر، وعندي دقة فلفل أصفر لو موجودة عندك تقدر تضيفيها، مش موجودة تستغني عنها خالص. معلقة كبيرة من الكزبرة الجافة ومعلقة صغيرة من الكمون. هيكون معانا كمان هنا معلقة صغيرة من بهارات السمك، كركم، زنجبيل، حبهان بودر وفلفل اسود. زنجبيل والكركم نص معلقة صغيرة، والفلفل الاسود والحبهان ربع معلقة، ومعانا كمان عصير ليمون. وهنا معايا ربع كوباية من الزيت. الزيت هنا بيطري السمكة قوي وكمان بيخليها الخلطة بتاعتنا ماسكة عليها. ومعايا كمان معلقة كبيرة من الملح، ونقلب التتبيله بتاعتنا كويس قوي. عايزه اقول لكم الريحه طالعه عليا بجد في منتهى الروعه، حلوه قوي، وكمان لون التتبيله يفتح النفس. نتبل بقى السمك بتاعنا. انا هنا وانا بحط التتبيله الكاميرا فصلت فمش مشكله، انا ما عملتش حاجه كتير، انا بس مجرد ان انا ضفت التتبيله. شايفين بملى الفتحات من التتبيله ازاي، ودي خطوه مهمه جدا علشان السمكة بتاعتك تبقى مملحة والحياء بتاعها مظبوط. وهنا طبعا مش هننسى ان احنا نتبل البطن بتاعتنا ونحشيها بالبصل والليمون، ومعنا كمان جزر مبشور، ولو عندك بقدونس او شبت بيدي نفس حلو قوي للحشوة بتاعتنا. ما ننساش نتبل البطن بتاعتنا بالشكل ده ونحشي السمكة كويس قوي. البصل والليمون والجزر المبشور. بعد كده هيكون معانا الصينية اللي هندخلها الفرن. هنحط فيها في الأرضية بصل شرايح، بصلتين متوسطين، معايا نص قرن فلفل من الأحمر شرايح، ونص قرن فلفل من الفلفل الأخضر، وجزر مبشور. وهنا طبعا سايبين شوية من التتبيلة بتاعتنا اللي هنحيق بيها او هنتبل بيها الخضار بتاعنا، ونفركه كده. الفركة دي بتدي نفس حلو او طعم للحشوة بتاعتنا. هتاكلي الحشوة قبل السمك. نفردها كويس قوي في الصينية بتاعتنا بالشكل ده. بعد كده هنضيف عليها السمك. بعد كده نسيب السمك لمدة نص ساعة يتبل وياخد يشرب من التتبيلة كويس قوي، وبعد كده ندخله الفرن. هيدخل الفرن على درجة حرارة 180، هيقعد من نص ساعة ل 45 دقيقة بالكتير قوي، وهيطلع معانا. وبكده السمك بتاعنا طلع من الفرن بالشكل الجميل ده.
عايزة اقول لكم الريحة واصلة لاخر الشارع، ريحة السمك تحفة بجد. واللون ده كمان اللي حابب اللون يكون احمر عن كده، اللون ده تبع الرغبة. شايفين السمك ابيض وجميل ازاي ومستوي ودايب حلو قوي، وبيكون الطعم بتاعه في منتهى الروعة، وسمك كمان خفيف مش تقيل قوي ولا دسم قوي. لو انت اول مرة تدخل القناة زي اعملي سبسكرايب وفعل الجرس يوصلك كل جديد ان شاء الله، واشوفكم في وصفة جديدة.